شو القصة اللي بدك تحكي لي اياها بيني وبينك؟ هي قصة بدي اقول لك اياها انه من باب انه لازم تعرفي، يعني لازم اقول لك عليها. طبعا لازم اعرف بكل شيء. شو في ضياء؟ لك ما في شيء، ما في شيء، مو الموضوع برا، هو الموضوع بيني وبينك، يعني انا بدي اقول لك شيء الك. لك ايه، نشفت لي دمي احكي. اوكي لا ينشف دمك ولا شيء، الموضوع انه انا بحبك. أنا الخضرة لسه ما رشيتها والدكان لسه ما شطفتها وعندي 100 شغلة براسي. الله يوفقك، ماني فاضي هلا. هيكي كان في مليون طريقة اللي لي ما بدي إياك إلا هاي الطريقة مو حلوة. ضياء، ضياء، ضياء المعلم ابو نورس طالبه. ماما شبهها هالو. اهلين سوزان. أهلا وسهلا. لا منيحة. ماشي ناطرتك، لا تتأخري. باي. يا ربي والله ما لي خلق على الضيوف. هي السفتة شو بدها هلا؟ عمي أبو نورس، عمي ابن وراس، وين شارد يا سيد المعلمين؟ وين؟ والله شارد بهالدنيا يا بنتي، هادي هادي. اخ يا عمي، لك شردنا ولا ما شردنا؟ ما رح نستفيد شيء. جبتي شبو ضياء كان طالع ركض من عندك وغاب برات الحاره. مشان هيك جاي لعندك. خير. لا تقولي هالحكي وليه مجنونة؟ انت مثلك مثل غيرك ومن حقك تخلفي. بس انا يا خالي. انت شو؟